فضيلة الشيخ عطية صقر، ولماذا لم يساوي الله تعالى المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات وبخاصة في الشهادة والميراث؟ هل هذا إنقاص من قدرها عند الله تعالى؟ روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. لا تدل هذه الرواية للحديث على مساواة النساء للرجال في كل شيء، فالروايات الأخرى تبين المراد من هذه المساواة، وذلك عندما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مساواة الرجل للمرأة في بعض أحكام الطهارة بوجوب الغسل. ولكن هذا الحديث تؤيد ظاهره نصوص في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا ينبغي أن نسارع إلى التمسك ببعض النصوص ونترك النصوص الأخرى التي توضحها. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. لا ينبغي أن نغفل أن هناك خصائص مميزة لكل من الجنسين بمقتضاها وزع الله التكليف عليهما، وهو تنظيم حكيم يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك مظهر من مظاهر العدل الذي قام عليه نظام الكون كله. والحكمة في عدم المساواة جاء فيها قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، حيث جعل الله هذا التكليف للرجال بأنهم مسؤولون عن النساء، معللا بأمرين: أحدهما وهبي وطبيعي، وهو ما ميز الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ووجدانية، والثاني كسبي، وهو من عمل الرجل إنفاقه على المرأة بما يتناسب مع كرامتها ونشاطها، لا تتحمل هي شيئا إلزاما مهما كان عندها من الثراء. فرصيد الرجل من التكاليف أكبر، ولذلك منح من الميزات ما يتناسب مع حجم المسؤوليات. وعلى كل جنس أو نوع أو طرف أن يخلص العمل فيما خلق له، وبتعاونهما تكون الحياة السعيدة، مع مراعاة أنه قد يكون لحجم بعض الأعمال وأثرها من طرف تقدير يتساوى مع ما يقوم به الطرف الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء اللاتي تحدثن عما يمتاز به الرجال عليهن من أعمال وثواب، قال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك، كما جاء في رواية البزار والطبراني. إن المساواة التي جاءت في بعض النصوص هي في ثلاثة أصول رئيسية: أولها أننا جميعا مخلوقون لخالق واحد هو الله سبحانه، وليس أحد الجنسين مخلوقا لله والآخر مخلوقا للشيطان،
كما تقول بعض الأفكار العتيقة البالية. وثانيها أننا جميعا منبثقون من أصل واحد هو آدم، أو من مادة واحدة هي التراب، وإن اختلفت الصور والأشكال، كما يقول سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وثالثها أننا جميعا متساوون في تهيئة الفرص للكمال المادي والأدبي، لا يمنع أحد عن تحصيل الخير في دنياه من الطرق المشروعة للجميع مانع، ولا يمنع أحد من الترقي معنويا في المناصب المناسبة لاستعداده. وقد يكون لبعض النساء تفوق مادي أو تفوق معنوي كبير لا يصل إليه بعض الرجال، كما يقول الشاعر ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. يقول الله سبحانه في تهيئة هذه الفرص كل امرئ بما كسب رهين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من الأمثلة التي يتميز فيها نوع عن الآخر الميراث الذي كانت المرأة تحرم منه قبل الإسلام، فجعل الله لها النصف لأن الرجل هو الذي يتولى الإنفاق عليها ما دامت تحت رعايته، وكذلك الشهادة حيث جعل الله شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والحكمة جاءت في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهو أمر راجع لتكوينها وليس طعنا فيها، فذلك خلق الله الذي لا يد لها فيه، وكذلك المراكز الهامة الخطيرة التي تستدعي مواصفات وفيها مسؤوليات وأعباء كثيرة، رحم الله المرأة منها فلم يورطها فيها لتنصرف إلى مجال تعد فيه الكفايات لتحمل هذه الأعباء والمسؤوليات، وهم الأولاد الذين تنجبهم وترعاهم على المنهج السليم. والله أعلم.